أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجن من مارج من نار فبأي تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدقنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد.